اسمح لي استاذ منير، ننتقل الى تصريح الوزير المستقيل نصيف حتى. الاستاذ شرب الوهبي صديق قديم، وقد التقينا في مسيرة دبلوماسية طويلة في عدة عواصم في العالم، واستمرينا في علاقة حوار تعبر دائما عن اهتمامنا واهتماماتنا بوطننا الحبيب لبنان. أرحب به اليوم في وزارة الخارجية كما ذكرت بيته، وأتمناه كل التوفيق في تحمل هذه المسؤوليات وهذه المهام الجسيمة في فترة جد صعبة وقد مررت فيها حتى الأمس، وجد هامة وجد مصيرية لتاريخ لبنان. وفقه الله وحمى الله لبنان من كل مكروه. عشتم وعاش لبنان. أنا حضرت كلمة لحتى ما كون ضيع لكم وقتكم كثير. معالي الوزير الصديق الدكتور نصيف حتي، سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين، أصحاب السعادة الزملاء السفراء والمدراء، أعضاء السلكين الدبلوماسي والإداري في وزارة الخارجية والمغتربين، أتوجه بداية بالشكر إلى معالي الوزير الصديق الدكتور نصيف حتي على ما أبداه من روح أخوية، وقد تداولنا في لقائنا بشجون وشجون ملفات الوزارة، وأشيد بالجهود التي بذلها على رأس هذه الوزارة والتعاون الذي كان قائما بيننا خلال فترة توليه الوزارة، وهو الذي تربطني فيه روابط صداقة قديمة منذ أكثر من 30 عاما. مش هنكشف أسرار، كشفنا عمرنا. كما أتمنى كل التوفيق للوزير حتي في خطواته اللاحقة وفي مساهماته القيمة في ميادين عديدة. اليوم لا يسعني سوى الإعراب عن عميق الامتنان للثقة الكبيرة التي أولاني إياها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، الذي عملت معه لحوالي 3 سنوات كمستشار للشؤون الدبلوماسية، وكذلك لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، آملا أن أستطيع مواكبة جهودهما في سبيل النهوض بلبنان وعودة تألقه داخليا وخارجيا. لا شك بأن هذه المسؤولية تأتي في ظروف عصيبة وغير مسبوقة يمر بها الوطن، ولكن ذلك حتما يجب أن لا يثنينا أينما كان موقعنا عن السعي إلى تجاوز المحنة والعمل على إصلاح الأوضاع على كل الصعد، والتطلع إلى ما نصب إليه جميعا من حلول دائمة لهذه الأزمات المتعددة التي نعيشها، والتي أتت بفعل تراكمات ومحن محلية وإقليمية تستوجب التعاون مع المجتمع الدولي لتجاوزها، وعلى رأسها أزمة النازحين. وقد أقر مجلس الوزراء مؤخرا ورقة السياسة العامة لعودة النازحين التي قدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية، وسوف تعمل وزارة الخارجية والمغتربين على المؤازرة في تطبيق هذه الورقة على أمل تحقيق العودة الآمنة والكريمة للنازحين إلى ديارهم، ولتخفيف العبء الكبير الذي يحمله لبنان بهذا الخصوص. وسوف نلتزم بما نص عليه الدستور اللبناني من رفض للتوطين والتأكيد على حق العودة أيضا للاجئين الفلسطينيين. سوف أعمل على أن تتابع وزارة الخارجية والمغتربين الدفاع عن الثوابت الوطنية ومصالح لبنان في المحافل الدولية أمام الاستحقاقات العديدة التي نواجهها، مع التأكيد على الحفاظ على أفضل العلاقة مع قوات اليونيفيل، وعلى تمسك لبنان بالتطبيق الكامل للقرار الدولي 1701، وعلى إدانة خروقات العدو الإسرائيلي المتمادية لهذا القرار وانتهاكاته للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، وعلى التمسك بمبدأ ترسيم الحدود البرية والبحرية والحفاظ على ثروتنا النفطية في المياه البحرية وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، وأحقية لبنان استعادة مزارع شبعة وتلال فرشوبة والجزء الشمالي من قرية الغجر،
سوف نعمل على تمكين العلاقات القائمة مع الدول الشقيقة والصديقة، وعلى متابعة تنفيذ الخطة الحكومية للنهوض الاقتصادي، والعمل على تنفيذ مقررات مؤتمر ساد، وذلك بالتعاون مع مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان والمجتمع الدولي. ونتطلع إلى تكثيف التواصل مع دول العالم العربي، وإلى تعزيز الدور الذي يلعبه لبنان على صعيد منظمة الدول الفرنكوفونية. سوف أعمل شخصياً على السهر لاستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مبادرة فخامة رئيس الجمهورية بإنشاء أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار، والتي يكون مقرها لبنان، حيث اقترنت بترحيب من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 344/73 الذي صدر بتاريخ 16/9/2019 بشبه إجماع لمجموعة الدول أعضاء الأمم المتحدة. أعود اليوم إلى وزارة الخارجية والمغتربين مع شعور عميق بالعودة إلى عائلتي وإلى بيتي، حيث عملت بإخلاص طيلة 42 عاماً. وأؤكد لكل العاملين في هذه الوزارة من موظفين دبلوماسيين وإداريين، إضافة إلى كل العاملين في البعثات اللبنانية في الخارج، سواء دبلوماسيين أو ملحقين اقتصاديين أو موظفين محليين، بأنني سوف أكون العين الساهرة على أدائكم وإنتاجيتكم، لكي نعمل سوياً على تفعيل عمل البعثات الدبلوماسية في الخارج، وعلى تخفيض نفقات هذه الوزارة وبعثاتها، وعلى ترشيد النفقات والاستغناء عن كل ما هو غير ضروري، وعلى تقوية المبادلات التجارية الخارجية، وعلى تقديم أفضل خدمة للبنانيين المنتشرين، وتشجيعهم على الاستفادة بقدر الإمكان المتاح من قانون استعادة الجنسية، وتعميق الروابط التي تجمع أبناؤنا المنتشرين بلبنان، وبشكل خاص في هذه الظروف الصعبة التي يجتازها الوطن اقتصادياً ومالياً وديموغرافياً وسياسياً وأمنياً. أختم كلمتي بأنني أضع نفسي بتصرف هذه الوزارة، لأن أحيي زميلي وأخي وصديقي معالي الوزير الدكتور نصيف حتي، متمنياً له باسمكم جميعاً التوفيق والنجاح والتألق أينما حللتم معالي الوزير. لكم منا أطيب التمنيات، وفقكم الله، ونحن سنعمل سويا إن شاء الله بخطوات إلى الأمام. وأشكر سعادة لماذا ينتصر رئيس الجمهورية؟ فهو الذي أولادنا بالثقة في الخارجية. دكتور حتي، لماذا لم تنتصر رئيس الجمهورية؟ لو عرفتي عندي ما أي اليوم موعدك معه؟ اليوم تسألي معالي الوزير. سؤال لو سمحت، الأسئلة لمعالي وزير الخارجية لو سمحت. أنا برحب معالي الوزير. شكرا يلا الأسئلة يا معالي الوزير. شكرا يلا الأسئلة يا معالي الوزير. ما عطينا مرد على الأسئلة. نانسي ما بعرف إذا عم تتابع. نعم نايم عم بسمع. عندي زيارة. نعم نايم. إذا هذا كلام مش مزبوط. الوزير حتى عم بيقول انه في عدة ارباب عمل، كيف حتتعاملوا مع هالقضية؟ لبنان هو رب العمل الوحيد. اذا نانسي، استمعنا الى تصريح الوزيرين، الوزير حتى المستقيل والوزير المعين شربل، وطبعا يعني بالنسبة لي لم يكن هناك أجوبة على أسئلة الصحفيين، لكن يعني السؤال الوحيد الذي يعني جاوب عليه بسرعة الوزير، وزير الخارجية الجديد، سألناه عما يعني عن رأيه بما تحدث به وزير الخارجية المستقيل نصيف حتي عندما قال عن أن هناك عدة أرباب عمل ومصالح متناقضة في الحكومة،
أجاب الوزير الجديد بأن هناك رب عمل واحد وهي مصلحة لبنان، وبطبيعة الحال طبعا كان هناك كلمة مقروءة لوزير الخارجية الجديد، ويعني كان هناك يعني كلام في العموميات وعن يعني الأهداف أو التطلعات التي يسعى إليها في ظل هذه الظروف، وطبعا كان هناك كلام في السياسة وفي السياسة الخارجية للبلاد. بأي حال طبعا سنكون في تقرير مفصل في نشرة الظهيرة. نعم 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 نعيم، شكرا جزيلا لك.